مالي صراع بين الأشقاء، وأن الحل حل سياسي ولا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا. اتفاقية الجزائر من منافعها ومن إيجابيتها أنها حافظت على السيادة المالية وحافظت على الحرمة. تعرفون موقفي من عطاف ومن العصابات هذه وكلها، لكن باش نكونوا منصفين، واش كان يقول هنا اتفق معاه 100%، يعني او خلينا نقولوا 90%، يعني ما سمعتش كل المقطع، لكن على الاقل الاشياء اللي سمعتها اتفق معاه في 90%، وهو انه لا حل عسكري في مالي، وان الحل هو مصالحة ما بين الأشقاء في الجنوب والشمال، وأن العودة لاتفاقية الجزائر، بالرغم أني تكلمت عليها أكثر من مرة وقلت أن فيها بعض لكن فيها بعض الفراغات أو بعض الأشياء اللي مش دقيقة إلى آخره، لكنها تبقى إطار ممكن العمل عليه. لكن طغمة مالي قطعتها لأنها رأت أن النظام في الجزائر ضعيف، يقمع في شعبه، يعتقل في الأحرار، يطارد في الناس الأحرار إلى آخره، جنرالات نصفهم في السجون نصفهم عتبون، وزاد جاب فاغنر، وفاغنر دارت عليه والروس داروا عليه، وقال لهم فلافروف ما عندهم لا هيبة لا قيمة لا والو. فهذا كله جرى ودفع الطغم العسكرية في مالي والنيجر أن يتجرؤوا على العصابة الحاكمة في الجزائر. لكن ما قاله عطاف اليوم حول مالي صحيح، الحل هو يجب أن يكون حل سلمي متفاوض عليه ضمن حكم ذاتي داخل مالي. بعض إخوان الأزواج يقول لك لا يلزم الاستقلال، هذا يناقش، لكن اتفاق الجزائر أعتقد أنه هو الحل الأصلح حتى لا يكون هناك صراع بين المستضعفين، وهنهم مسلمين وهم ضعفاء، يعني الجيش المالي مسكين، غالبية الجنود ناس ضعفاء فقراء مفقرين، أما الأزواج فحدث ولا حرج.